السلام عليكم اهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ موني النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله لذيذه وسريعه وهي كباب الحله او اللحمه بالبصل بطريقه سهله قوي هنجيب دلوقتي حله او كسرولة كبيره ونحط فيها معلقه سمنه صغيره ونستنى لما السمنه تسيح معانا هنا نص كيلو من اللحمة متقطع شرايح ده مش دهن يا جماعة ده جلد ما اشيله بصراحة انا مقطعها شرايح هنستنى لما السمنة تسيح وتسخن ونبدأ نحط عليها شرايح اللحمة بالمنظر ده ونقلب بسرعة علشان اللحمة ما تلزقش نفضل نقلب كده لغاية لما اللحمة تاخد لون من الناحيتين زي ما واضح قدامنا كده دلوقتي في نفس التوقيت هنبدا نقطع البصل شرايح او جوانح لو عايزين تستعملوا البصل هو الصغير اسمه اورما براحتكم لكن انا بحب الشكل بصراحه مع اللحمه بنقطع شرايح كده ومننساش اللحمه على النار نفضل نقلب فيها على طول ما تقلقوش يا بعد شويه بتنزل السائل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده فمش هتلزق بعد المرحله دي وبنفضل نقلب فيها كده ونبدا دلوقتي نضيف البصل اللي احنا قطعناه بنحط كميه البصل قد كميه اللحمه يعني انا حطيت نص كيلو لحمه حطيت عليها نص كيلو بصل متقطع شرايح طبعا انا باوزن ده وبوزن ده اه بنبدا ان احنا نقلب كله على بعضه ودلوقتي هنضيف البهارات بتاعتنا عباره عن فلفل اسود فقط مش هنحط اي بهارات تانية غير فلفل اسود وملح وبعد ما البصل دبل معانا بالمنظر ده هنحط دلوقتي كام فص حبهان مفتوحين وكام ورقه لوري ونقلب كله على بعضه هتلاقوا يا جماعة اللي نزل شوية كده من السائل اهوت دلوقتي في المرحلة دي بنوطي النار وبنغطي عليه الغطاء لغاية لما يبدأ يستوي كل شوية لما نحس ان السائل نشف بنزود له مية وبعد ما اللحمة بالبصل بتشرب كل السوائل بتاعتها هنضيف ليها دلوقتي ربع كوباية مية تكون سخنة أو دافية ما تحطوش مية ساقعة هنضيف ربع كوباية مية ونسيبها إنها تكمل سواها وبعدين لو فتحتوا عليها تاني ولقتوها ما استوتش بتحطوا تاني ربع كوباية مية تانية وتسيبوها إنها تكمل سواها ما تحطوش المية كتير مرة واحدة علشان ما يقلبش طعمها كأنه مسلوق دلوقتي بنوطي عليها النار خالص ونسيبها لغاية لما تستوي وده بيكون شكل اللحمه بعد ما استوت بنعرف ازاي بندخل فيها شوكه لو دخلت بمنتهى السهوله يبقى هي كده استوت هنضيف دلوقتي اخر مكون معانا وهو التوم هنحط ثلاث فصوص توم مفرومين ده بيدي طعم ونكهه حلوين قوي ونضيف طبعا دلوقتي الملح علشان الملح في اللحمه بتحط في الاخر هنحط نص معلقه ملح او على حسب ما انتوا عايزين دي حاجه ترجع لكم ودلوقتي هنقلبهم مع بعض ونسيبهم بس دقيقتين على النار لغايه لما اللحمه تتشرب الملح وتاخد من طعم الثوم ودلوقتي اللحمه بالبصل بتاعتنا او كباب الحله جاهز ان احنا نقدمه اكله سريعه ولذيذه جدا اتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا على القناه وفعلوا الجرس اوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو اوعى تنسوا تفرحوني بتعليق حلو من ايديكم وبالف هنا